هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. سمع مرايفه الحصيله كانت الحمد لله يعني كانت طيبه، كان حققنا فيها نتائج طيبه وايجابيه، رغم اننا يعني بدايه كنا بدينا متاخرين، يعني بدينا بواحد 3 أسابيع فقط، كانت غير كافيه لا بالنسبه للاستعدادات والانتدابات، ولكن الحمد لله ونا بيان جيري سيت سيتياسيون سورتو فاز دالي تحت لينا الصف الاول، درنا 9 انتصارات و6 تعادلات، كتبقى حصيله جد ايجابيه رغم ان الطريقه يمكن ما كنت مرتاح الطريقه حتى لخمس الدورات الاخيره، وهذا عادي جدا لان كل مدرب الافكار ديالو يمكن خدينا وقت، الافكار ديالي كتاخد وقت وانا من المدربين اللي تيبغي وقت باش اللاعبين يطبقوا لي الافكار ديالي، وصلنا لواحد 60% حتى 70%، نتمنى ان شاء الله هذا الراحه هذه اللي خدينا ديال 3 اسابيع نزيدوا نشتغلوا فيها باش دوك الافكار نحاولوا نطبقوهم حتى 80% 90%، لان صعيب باش تطبق 100% في المغرب، اللاعب خصو يكون طريطر ونيفو باش يدير لك 100%، وقليله في المغرب حتى في البطوله جميع البطولات لا الاولى لا الثانيه لا تحت كما قلت لك الاحترافيه الاولى والثانيه، صعيب فريق يطبق 100% ولا لاعب يطبق 100%. ايوا الحمد لله الفريق راه كبير كوكب الحقيقه، المكانه ديالو ماشي هادي، اللاعبين قدموا مستوى جيد رغم ان كانت بعض المباريات اللي غابت عندنا الفعاليه اللي كنا ننتصروا فيها، حقيقه كنا نديروا نقاط اكثر لان ضيعنا مباراه اللي سيطرنا فيها ولكن ما سجلناش فيها، ولكن سجلنا وتسجلنا شي اهداف اللي ما خصهمش يتسجلوا، ولكن الحمد لله الا جيتي تشوف كيفاش بدينا وكيفاش ما كانش عندنا الوقت باش نتعاقدوا باش تجي انسجام كتبقى حصيله ايجابيه ان شاء الله، حنا ان شاء الله نزيدوا نشتغلوا فهمتي نزيدوا نشتغلوا باش نزيدوا نحققوا نتائج ايجابيه باذن الله. وحقيقة كما طلبت من المكتب خصنا حنا حطينا الصف الاول، يعني خصنا لا كاليتي ما خصناش الكونتيتي، يعني الا غنجيبوا غيمشيو لاعبين غيمشيو 6 لاعبين ولا 5 وغيجيو بعد يعني المكان ديالهم غيجيو لاعبين اللي غادي نكونوا محتاجين واللي كنعرفهم انا، فهمتي لاعبين خصني نشوفهم يا لعبوا عندي يا تنعرفوا في شي فريق، لان هذا ماشي وقت ديال التيست، خصك اللاعب يجي يكون موجود فهمتي ان شاء الله، يعني هاد اللاعبين غيكونوا سيبلي غيكونوا ذا جوده عاليه واماكن خاصه. تمت بسهوله لان جبيره من اتصل بيا، يمكن اتصلوا بواحد الفرق دابا الوطني، انا كما تمنيت يجي في الاول ولكن هو كان عنده شي مشاكل مع ليتيج مع مشاكل، يعني قال لي من اتصل بالفريق مسؤولين واتصلوا بيا قلت لهم مرحبا به هذه فرقته، ومن هضرت معاه قال لي يا ودي انت من تشتك ضحيتي بقسم الوطني الاول اللي درتي فيه سميه ودرتي فيه عام ممتاز وجيتي لهذا الفريق اللي باش ترجع معاه وتصعدوا يعني باش دير معاه واحد المشروع، علاش انا اللي ود الفرقه وما نرجعش؟ هذه راه فرقتي وانا ماشي مشكل، واخا عيطوا لي فرق في قسم الوطني، وانا عارف ان جبيري يقدر يلعب قسم الوطني الاول، قال لك انا كما ضحيتي انت انا غنضحي وغادي نهودوا ان شاء الله ونرجعوا هذا الفريق ديالو للمكان الاصلي، ويعني كلام جميل اللي عجبني اللي قال جبيره على الفريق ديالو. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.